السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين. نتعرف باسم حضرتك من أي دولة؟ أنا اسمي المهندس عون الزبدة من فلسطين. أهلا وسهلا أستاذ، أول مرة بتشاركوا معنا بمعرض تراب؟ والله أول مرة. نعم، رأيكم بالمعرض وفعاليات المعرض؟ والله المعرض جميل، الترتيب كان كويس، إحنا كثير مبسوطين إنه هنا جينا لتركيا نحضر مؤتمر بهذا الشكل، والتعاون العربي التركي مطلوب إنه يتطور كمان أكثر من هيك. ملاحظتنا الوحيدة على الموضوع على المعرض إنه عدد العارضين غير كافي باعتقادنا إحنا، وفي بعض التخصصات مفقودة كان المفروض أنها تكون موجودة، خاصة ما يتعلق في مواد البناء الأساسية اللي كنا نتوقع أنها تكون أكثر، بس إن شاء الله بالسنوات القادمة بيكون شيء أفضل. إحنا نطمح إنه نشوف أشياء أكثر، حتى إنه هذا يساعدنا باختيار المواد المطلوبة لإلنا ولإنجاز مشاريعنا في فلسطين. وإن شاء الله أنا رح أشارك بكل المعارض القادمة، رح أكون بإذن الله موجود بإذن الله. بإذن الله. حابة أسألك عن التعامل مع الشركات التركية العارضة، كيف عم يكون؟ هل عم يكون بسهولة؟ الحقيقة يعني وجدنا سهولة كبيرة، لأنه في هناك ممثلين عرب، ممكن في يعني ممثلين عرب للتفاهم وللترجمة ولعرض المنتج أو لعرض الخدمات، بالإضافة إلى أنه يعني في بعض الناس برضو بيواجهوش مشكلة، أنا مثلا بتقن أكثر من لغة، ممكن بحكي إنجليزي كويس، ففي العارضين سواء أتراك غير العرب يعني برضو بيحكوا اللغة الإنجليزية بطلاقة، فأنا شخصيا ما واجهتش مشكلة، وأنا باعتقادي كمان الآخرين ما واجهوش، لأنه هنا معظم الحضور هم عرب، فلذلك في مترجم أو جنسية عربية موجودة مع كل واحد، حتى في تراب يعني موجودين من شبابنا والصبايا الموجودين كلهم عرب، فذلك ساعدونا بأنه للتفاهم أكثر يعني، فالحمد لله كان الموضوع كثير سهل علينا. إن شاء الله بالتوفيق المستمر لكم. شكرا لكم، نتمنى لكم التوفيق وإلى معرض آخر بيكون في إشي أفضل. إن شاء الله. شكرا. تسلم.